التفاؤل والأمل وصباحكم جديد في فقرة الديكور الأسبوعية ببرنامج صباح الشارقة، والتي من خلالها نسلط الضوء ونستعرض أهم النماذج والأفكار كل ما يتعلق بعالم الديكور والتصميم الداخلي. إذا كنتم ممن يمتلكون مهن وتقومون بها خلال المنزل، تابعوا فقرة اليوم فهنالك المزيد من النماذج والأفكار التي بإذن الله سوف تفيدكم. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. إن قيامكم بالعمل في المنزل هو أمر سهل، ولكنه يتطلب إلى توفير بعض الأمور التي تساعدكم على الإنتاج، كتوفير مكان هادئ، مكتب مريح، بعض الأدوات اللازمة، والمناخ المناسب للعمل. في فقرة اليوم سأخذكم في جولة قصيرة لأستعرض لكم بعض النماذج والأفكار لتصاميم المكاتب المنزلية. تابعونا. المساحة، سواء كانت المساحة لديكم صغيرة أم شاسعة، يفضل مراعاة توفير مساحة فارغة بالغرفة التي تودون وضع المكتب بها، بحيث تضمنون سهولة الحركة داخل الغرفة مع ضمان الهدوء والأجواء المناسبة للعمل. تجهيز تصميم وشكل المكتب، قد تتطلب بعض الأعمال التي تقومون بها بالمنزل تشمل الكثير من الأوراق والملفات، وحتى لا تعم الفوضى بأرجاء المكان يفضل التجهيز الجيد للمكتب مسبقاً، مثل تعليق أرفف أو توفير مكتبة لتخزين الكتب والملفات الخاصة بالعمل. بالنسبة لمواصفات المكاتب، توفر متاجر الأثاث نماذج متنوعة تناسب مختلف الأذواق، مواكبة للحداثة والأنظمة الذكية. تجدون مثلاً مكتبة تحتوي على شاحن ذكي لاسلكي للهواتف الذكية لتوفير أجواء إبداعية للعمل. تحتوي المكتبة على مكبرات صوت للاستمتاع بالموسيقى التي تحسن المزاج وزيادة إنتاجية العمل، إضافة إلى وجود النظام هيدروليكي لضبط ارتفاع طاولة المكتب حسب الرغبة. أهمية توفير الإضاءة في المكاتب المنزلية وتأثيرها. من الضروري توفير إضاءة كافية ملائمة لتصميم المكتب، فهي لا تقتصر على إنارة المكان فقط، وإنما لها تأثير رائع في إبراز جمال وروعة وتصميم المكتب، كذلك تحسين المزاج أثناء العمل. اختيار كرسي مناسب لتصميم المكتب المنزلي. تصاميم المكاتب لا تقتصر فقط على شكل المكتب، وإنما الاهتمام أيضاً بتصميم الكرسي، وذلك بسبب الجلوس لساعات طويلة لمزاولة العمل وتفادي أي إجهاد لفقرات العمود الفقري. من الضروري انتقاء الكراسي بعناية بحيث تجمع الراحة والشكل المناسب معاً. إضافة الإكسسوارات وتزيين المكاتب المنزلية. الاهتمام بالمكتب وتوفير المستلزمات الخاصة بالعمل من الأشياء الضرورية لإنجاز العمل، ولكن من الجميل إضافة بعض النباتات الخضراء أو الملونة التي تعكس الإحساس بالبهجة. من الممكن أيضاً إضافة لوحة أو خلفية على الجدار تعكس مظهر جميل ومتألق لديكور المكتب، وإضافة بعض الإكسسوارات بداخل الخزائن. إضافات بسيطة ولكنها جميلة وجذابة. تخصيص مكتبة ترفيهية. إن تخصيص منطقة ترفيهية في المنزل تعتبر ملاذ الشخص والمتنفس عن ضغوطات العمل، لذلك من الممكن تخصيص ركن خاص لألعاب الفيديو والتسلية والمرح والتشويق. لدى متاجر الأثاث
تصاميم جذابة لعشاق هذا العالم. وأخيراً اللي كل شخص له ذوقه الشخصي في تصميم وترتيب غرفة المكتب الخاصة به، وتحقيق الراحة والتركيز والإنتاجية بالعمل وهو الهدف الأساسي. أتمنى التصاميم والأفكار فادتكم ونالت على إعجابكم. وصلنا نهاية فقرتنا لهذا اليوم، نلتقي الأسبوع القادم بنفس الموعد. دمتم بود.